انا اليوم جيت لمقر الحكومه باش انسحب اسحب الاستمارات والبي نداء المواطنين والجمعيات الثقافيه والعلميه والاجتماعيه التي طلبت مني الترشح. ف يعني بعد تفكير وتشاور قررت انني ألبي رغبة المواطنين ليساندوني، فأتيت إلى هنا لكي أسحب الاستمارات. احنا عندنا برنامج الخط الرئاسي تاعو واسمه الأصالة والحداثة، وبخصوص الحملة اللي راح نقوموا بها شعارها هو العلم العمل والعدالة. مسيو بوناطيرو، 18 أفريل 2019 باش تدخل للناخب الجزائري، كيفاش تكون حالة الطقس في هذا اليوم؟ في 16 أفريل يكون الحال لاباس، 18 عفوا، نكونوا يعني انتهينا من فصل الربيع ومقبلون على فصل الصيف، فبالتالي يكون يوم جميل وإن شاء الله تكون يعني يوم التغيير والجميع يتجه إلى الاقتراح. نهار 18 أفريل في بوناطيرو. كل إذا حدود زلزال. إذا كان حدوث زلزال سياسي فنحن نرحب به، فإذا كان نوع آخر فنطلب اللطف من الله. شكرا جزيلا.